السلام عليكم الدراري، تحياتي لكم. قرب هنا باش يشوفونا مزيان، مرحبا بكم الجميع. المهم اخوان السلام عليكم، كيف العاده حنا كنهضروا في مواضيع اللي جديه وبصح والعباد وكذا. بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي مهم بزاف، اللي حاقرينه بزاف، اللي بزاف المغاربه ما عارفينوش، اللي هما الخيبات. هذوك الخيبات اللي نتوما حاقرينه من الاخوان اللي كتشوفها انت خيبه، هي راه احسن دريه. عرفتي علاش احسن دريه؟ لان الخيبه عندها سلطان الطبابين، سلطان الطبابين، يعني الدريه ما كتعرضش للتحرش الجنسي بزاف، ما كتعرضش للطلوات بزاف، ما كتعرضش، المهم ما كتعرضش لشي. اما الزوينه بزاف، ديك اللي زوينه بزاف راه شبعانه قرطاس بحال الموكا، يعني الا قلبتي لها داك الحسون ديالها غتلقاه ماشي واسع، غتلقى فيه فؤاد زبادي، غتلقى فيه محمد فؤاد، غتلقى فيه ايهاب امير، غتلقى فيه بزاف الحوايج الداخل ديالها. اما حنا كنقول لك اخويا شوف، الخيبه باش كتميز معلاش الضغط بزاف، مع احتراماتي للخيبات وديديكاس الخيبات كاملين، علاش الخيبه وحق الله العظيم كتكون عندها واحد الهيبه ربانيه، كيكون عندها الشقلوق ديالها منفوخ، ما كيقرب لي حتى واحد، وديما محسناه وديما مصبناه ميسيو بروبر، ديما تما ساني كروا، ديما جافي، ديما هك هك هك. تحياتي للخيبات، زوينه بزاف راه شبعانه قرطاس من الاخر، شبعانه قرطاس. ديديكاس للخيبات، معكم سيمو البرطاني، الله يعاونكم.